كتير من الناس بعتولي على حكم قراءة القرآن من التليفون. يعني احنا كتير بيبقى منزلين تطبيقات القرآن على التليفون، وكتير في المواصلات او في الشغل بيبقى مش معانا القرآن، بيبقى مش معانا المصحف واحنا داخلين على رمضان. طيب انا لو قرأت القرآن من التليفون من الهاتف، هل ليا نفس الاجر ونفس الثواب ولا لا؟ الحقيقة أنا مش بحب المقدمات الطويلة والكلام الكتير، الحقيقة وقولا واحدا أيوة ليك نفس الثواب. لو أنت قرأت من القرآن الورقي هتاخد نفس الثواب اللي أنت لو قرأت من التليفون بتاعك، مفيش أي فرق. هنا ممكن واحد يجي يسأل سؤال ويقول، وده سؤال على فكرة يعني مبرر يعني، أو هو له الحق إن هو يعترض، يقول إزاي ليا نفس الثواب وده مصحف وده تليفون؟ الحقيقة إن فكرتك على المصحف مش منضبطة قوي، لأن المصحف هو كل ما كتب فيه القرآن. فلو إحنا جبنا ورقة وكتبنا فيها القرآن بقت مصحف، لو إحنا جبنا خشبة وكتبنا عليها القرآن بقت مصحف. وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون أو كانوا يكتبون القرآن على الجلود وعلى الخشب وعلى ورق الجريد، وكل ده يعتبر مصحف. فالمصحف هو ما حفظ فيه القرآن. المصحف هو إيه؟ كل ما كتب عليه القرآن أو حفظ فيه القرآن فهذا يعد من المصحف. يبقى أنا لما باجي أقرأ من أي مكان باخد نفس الثواب، باجي أقرأ من التليفون، باجي أقرأ من الورق المكتوب، باجي أقرأ من المصحف، باجي أقرأ. زمان يعني الناس يعني كان في حاجة اسمها كتاب، كان الأولاد لما بيروحوا بيكتبوا القرآن على لوح، بيسموه كده لوح من الخشب، فهذا هو مصحف. طيب لو كان المصحف هو بس في القرآن اللي هو المصحف الورقي، هو بس ياخد الإنسان ثوابه لو قرأ القرآن من المصحف الورقي. طب لو واحد حافظ القرآن ومش محتاج يمسك مصحف وبيراجع مع نفسه، ياخد الثواب ولا ما ياخدش الثواب؟ طب بلاش، لو واحد كفيف، لو واحد لا يستطيع أن يرى وهو حافظ القرآن، لما بيجي يقرأ بياخد الثواب ولا ما بياخدش الثواب؟ بياخد نفس الثواب، مفيش أي مشكلة من كده. فالنهاية والاختصار، لو قرأت القرآن بتاعك من الهاتف من التليفون فلك نفس الأجر والثواب بإذن الله تعالى. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.